في هذا الوسط الغابي بين أشجار فيلينا نتواجد ببلدية العيون الحدودية بالطرف. نحن أمام قصر للا فاطمة، معلم تاريخي يتربع على مساحة 400 متر مربع من ثلاث طوابق، شاهد على الحقبة الرومانية في المنطقة، لا يزال متماسكا رغم تعاقب القرون. يعود للفترة الرومانية، استمرت به الحياة حتى القرن الثامن ميلادي. الموقع الأثري قصر فاطمة هو يتكون من عدة عناصر، اللي هي القصر اللي هو الفيلا الريفية، معاصر تحيط بالقصر، كذلك خزانات وحمامات تاع المياه وقنوات للمياه اللي تنطلق من المنبع الرئيسي عين ساقومة إلى أن تصل إلى الحمام. القصر من حيث البناء الهندسي تاعه هو الفيلا الريفية المنفردة الوحيدة في شمال إفريقيا، الشاهد الوحيد على الفيلا الريفية في شمال إفريقيا. وأنت تقف أمام نوافذ وجدران القصر، يشد انتباهك طبيعة المكان الممزوجة بأنغام الصرصور البري ورائحة أشجار الفيلين، وأحجار تروي قصة الحسناء للا فاطمة وأسطورة شرط الزواج منها. قال إن هناك أنا القصر سكنته امرأة تسمى فاطمة. هذه فاطمة كانت أول شرط الإنسان اللي يريد أن يتزوج بها أنه يجيب لها الماء، يجلب لها الماء من المنبع الرئيسي للمياه للقصر. كان واحد وافق لها على هذا الشرط، وهو أنه يجلب لها المياه للقصر. لما وافق وبنى لها قنوات المياه توفي هذا السيد. قصر للا فاطمة إرث ثقافي وتاريخي يحاكي حضارات تعاقبت على المنطقة، يبقى العمل من أجل جعله مقصدا سياحيا من أهم التحديات.